يعني انت مش هتبص على النتيجه، انت بتحاول تشوف مستوى لعيبتك اللي هم هيكملوا معاك البطوله دي. مش هتقدر تحكم على مستوى حد النهارده يعني الحكم الكامل، لكن بصورة في بعض اللعيبه مع الوقت انت متاكد انهم بقوا كويسين، زي ما زي قال كابتن شريف. يعني اللعيبه القديمه محمد هاني النهارده مستواه ثابت طول المباراه، صحيح تحس ان هو راجل هادي بيتحرك كويس، يعني مع ان مش مكانه لكن اداؤه كويس جدا، اداء بيدو كويس قوي، توقعاته كويسة جدا النهارده كمان. كل حاجه النهارده محمد هاني مفيش صحيح اخطاء خالص. يعني التجربه النهارده محمد يمكن اكتر واحد استفاد منها النهارده. محمد محمود رجوعه بس النهارده انا بيتهيألي والفتره اللي اخدها بالنسبه له كويسه الحمد لله، ان هو اطمن على نفسه ورجع الملعب تاني، والفتره اللي لعبها حاول يأدي فيها، لكن هو فنيا المستوى هيجي بعدين. محمد بقى له فتره كبيره قوي بره بعيد الملعب. محمد مغربي قدم المباراه كلها مستوى ثابت، لعب كويس في المكان ده، ممكن تعتمد عليه ان شاء الله يبقى عندك لعيب كويس في المكان ده، مش تحتاج تشتري حد لانه عنده ثقه في نفسه، بيتحرك كويس، الكور العرضيه بيتعامل معاها كويس قوي، عينيه كويسه قوي مع المراقبه في الخط 18، لعيب كويس. كريم فؤاد لسه، محمود وحيد لسه، بعاد شويه هياخدوا وقت ان البعد عن الملعب برده حاجه مش سهله. زياد طارق لحد ما خرج انا كان شكله مادي اداء معقول مع المباريات واكتساب لياقه المباريات هيبقى لعيب كويس. لكن صلاح محسن، حسام حسن لازم اثبات وجود اكتر من كده، لان دول لعيبه كبيره لازم هم اكتر. يعني لو احنا بنقول للشباب او الناشئين لازم يستغلوا فرصه، لا لو هتتكلم لازم دول يستغلوا فرصه اكتر بكتير، ان هم لازم موجودين صلاح محسن وحسام حسن، فرصه كويسه ليهم هم اكتر من الناشئين، ايوه لان دي لعيبه المفروض لعيبه مصنفه ان هي فريق اول ومنتخب مصر، صحيح. لازم يبقى الاداء احسن من كده بكتير، حتى لو الاداء الفني مش عالي قوي خد المباراه تجهيز بدني ليك انت كنت متوقع اداء احسن من كده منه. من الاثنين. انا ده يعني في حاجه كنت متوقعها ان اللعيبه اللي هم القديمه في الفريق الاداء يبقى احسن من كده بهدوء ويدي ثقه للولاد الصغيرين. الصغيرين لكن العمل النقطه دي يمكن اثنين، محمد هاني عملها كويس قوي، صحيح، ومحمد محمود حتى بطريقه كلامه قادر يمشي كويس قوي، لكن صلاح محسن حسام حسن لا لازم اداء احسن من كده، اداء في الحركه في الكلام في الشغل في الملعب، لانك انت نموذج للولد في الملعب، هو شايف نموذج قدامه او نجم قدامه لازم يتعلم منه كويس، ما يشوفش نجم بعيد كل البعد عن مستواه مش قادر يبقى في فرق بينه وبين اي حد في الملعب. هي دي المحمود، انت نجم ليه ولعيب قديم ليه في النادي الاهلي، مظبوط، انا ببص عليك في الملعب تشيل الناس دي، صحيح. لكن كتجربه انت مش محتاج منها نتيجه، صحيح. انت بتلعب فريق كامل العدد مفيش حد غيابات، مع انه اداء سيء كمان للجونه النهارده، فترات كتير قوي النادي الاهلي تحس ان هو فريق اقوى واتقل حتى في الملعب، لكن توجه الشكر كله الشكر للعيبه الصغار على المجهود اللي ادوه النهارده، واعتقد مع الوقت ان شاء الله في البطوله دي هتقدر تستفاد منها ان في اكتر من لاعب ان شاء الله موجود معاك باذن الله رب العالمين. نروح مره تانية.